لك قلت لك ما فيني روح الجامعه. يا عمري ليش؟ لك شو ليش؟ شو عمرني بالطاحون؟ انا قلت لك شو صاير عندنا مشاكل بالبيت. لك انت وين كنتي من الصباح؟ كنت مع ورد. لك مين هذا ورد؟ لك خليني تجنيني طايق بوكس هلا قدام العالم. لك حاجة تقلي مين هذا ورد؟ اختي ورد. لا هاد مشاكل بالحاره. شو بدك يا انت؟ شو بدك؟ شو بدك انت؟ لا تعمل مشاكل بالحاره الا تنطحني. هلا خلصت مشكله ورد وجي. طب يلا مشي روح على الجامعة. ما فيني روح على الجامعة، خلص حبيبي بدي ارجع على البيت، الله يخليك لا تزعل مني. يا روحي والله كان جعبالي اخذك هيك على الجامعة. ما في مشكلة، خلص مرة ثانية، يلا باي. حبك وليه؟ وأنا كمان. حط عينك بالأرض. وبعدين ما هو، لك وبعدين ما هو، معقول هلا ما فاق؟ خالتي طولي بالك والله لسه بكير. لا يا ستي ما بدي طول بالي، بدي اعزل البيت، وراي ألف قصة ساويها. والله معك حق، كمان أنا عاد على أعصابي. هي سرسورة أجت. مرحبا يا جماعة. أهلين حبيبتي، شو ما طولتي بالجامعة؟ اليوم ما عندها محاضرات كتير. أنا خفت إنه شهد تطلع، ما بدي أتركك لحالك بالبيت. تقبري قلبي أنت وياها. لا والله عرفتني متضايقة أم ما راحت. خالتي شو صار معنا شي جديد؟ ما صار شي، لا حس ولا أنسى، هلا مقبور على قامته. لا هذا بيوجعني راسي. ها لك انتي موجعك راسك، انا رح يفلجني شو ساوي؟ مين عم يدق من عند الصباح؟ روحي شوفي. استني انا بشوف. اهلين ام طارق. بونجورك سرسورة. بونجور ام طارق. فوتي فوتي، رح اجن من اللي عم بصير بهالبيت انا. يو 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 ليش شوفي. بونجور. بونجورك حياتي. سبحان الله، من وقت ما بدقي الباب بعرف انك انتي. ليش في حدا غيري بيزعجكم من عند الصبح؟ يا ريت كل الناس يزعجونا مثلك. بخيل عينك، ما في منك. منيح اجيتي مشان تشربي قهوة الصبح. لسه ما شربت قهوتي، كيفكم يا صبايا؟ اهلين طنط ام طارق. اهلين. بس ما تكونوا لسه زعلانين مني ها؟ لا يوه، ليش بدهم يزعلوا مني؟ مشان هذا مقصوف الرقبة. لا لا طنط ما تحملي هم، مهم نخلص منه بقى. والله انا حاسسته مثل هم على قلبي. في احداث جديدة؟ والله لسه بكير، خليني ارجع اكبس لي ساعه نوم بين ما اجي اخلص الورش. بس والله جوعان. يلا